الشرقية لقاء مع زميلنا صقر وتحدث عن هذا الجانب. اليوم أنا راح أتحدث عن جانب آخر وهو جانب الفني. هو طبعا بطل العالم بالكيك بوكسينج وخاض 43 مباراة أو بطولة وكان هو الفائز الأول، ومعظم النزالات أو 34 نزال، خلي أكون يعني واضحة، 34 نزال هو فاز بها بالضربة القاضية. معنا اليوم في استوديو تراتشي بطل عالم بالكيك بوكس رياض العزاوي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. وهذا اللقاء الثاني، قبل سنة التقينا وكنت أيضا حصل على بطولة. نعم، شكرا جزيلا لك. اليوم مثل ما ذكرت راح أتحدث عن الأشياء المحجة هي صقر، والأشياء إحنا مختصين بالجانب الفني، وأكيد إحنا في اللقاء الأخير السابق تحدثنا عن كثير من العروض وشفنا المجلات وصفحناها. يعني أنت اشتغلت بأكثر مجال، صورت فيديو كليب وكنت الوجه الإعلامي لعدد من دور الأزياء، فكنت مشغول. بعد ذلك ما سمعنا أي شيء عن نشاطاتك الفنية، لكن انت مستمر بالنشاط الرياضي. بصراحه هو اخذ وقتي، تعرفين انتهاء المجالات الفنيه دائما يحتاج لها وقت، يعني وقت من عده مجالات يراد الحضور والتواجد والتجدد دائما. فنزالي الاخير والمباريات الاخيره اللي خضتها اللي على لقب العالم اخذت اكثر وقتي، يعني بصراحه يعني المدرب ما نطاني اي فرصه يعني. والتمرين مو كخوض بطوله عالم على وزن ثقيل 91 وملاقات بطل عالم، يعني اخذ كل وقتي يعني بصور، يعني مو بس بالتمرين يعني حتى بحياتي الاجتماعيه، يعني كان مدرب له تاثير حصان من كل ناحيه، يعني انه يقول التمرين وحده ما كافي والبطل وحده، لازم يعيش حياته كبطل. فدائما كانت تجيني عروض بمجال الازياء او مجالات ثانيه، وايضا المشروع الفيلم. فبصراحه ما صار لي اي وقت ابدا اني اسوي، ركزت على المباراه، قلت انها احاول انه الشيء الاهم انه اخلصه، وبعدين ان شاء الله الفرص موجوده. بطولة مهمه، بطل العالم، بطوله عالم ولقب مهم، وتعرفين بهيك ظرف بالنسبه اللي يمر به بلدي الحبيب، احتاج اني اجيب هاي النتيجه، لانه نتيجه مهمه، وانا احب التحدي دائما. نزال تحدي والنزال كان عنيف، وبطل عالم قوي كلش، وما خسران عند 3 مرات بطل عالم، احتاجت هذا الشيء. ففرغت كل وقتي، حتى برنامج حياتي كله تغير بس تركيز. النتيجه مثمره الحمد لله، وهذا الشيء النتيجه. طيب رياض، انت خلي شروط مسبقه، يعني اكيد اكو هناك سبونسر، واكو هناك من يوظف وجودك في هذه الحلبة، يعني كأنه تلبس شيء أو تروج لشيء. بالضبط. هذه اللقطة طبعا اللي نشوفها بالنسبة دائما بالبطولة، أكو دائما شروط بموضوع الإعلام أو موضوع. فالمباراة الأخيرة يعني أكيد ركزت أنه يكون العالم العراقي موجود خلال الحزام، هو الحزام لقب العالم يكون فيه أعلام كل الدول، فمع الأسف ما كان أعلام دول عربية ولا أعلام العراق. فطلبت قبل أن نلعب، باعتباري أنا من العراق، صحيح أن عايش بريطانيا وأحمل الجنسية، بس أنا دائما أمثل بلدي. فطلبت أن يكون العالم العراقي من خلال الأعلام، طلبت من رئيس الاتحاد اتصلت بي ضمن الأعلام التشكيلة. موجودة بالحزام، نعم، هو أول التشكيلة. علم عربي، نعم. فطلبت من رئيس الاتحاد، فرئيس الاتحاد أكيد يعني باعتباري يعني متحدي مهم لهذه البطولة، والبطولة قائمة ومتحدد موعدها وبلندن، فدخلوا العلم العراقي، خلوه من ضمن الاعلام الموجوده تشكيله الاعلام، والحمد لله والشكر. يعني راح يكون ثابت ضمن نعم ثابت. ضمن الحزام خلاص، والحزام يعني صار له. طيب هاي الاعلام هي اللي الناس اللي حققوا بطولات؟ لا، هاي اعلام الدول اللي شارك، اللي هم شارك نعم العالميه كلها. يعني افهم من كلامك يعني بس افهم من كلامك انه الدول العربيه ما مشاركه قبل في هذا؟ لا مع الاسف، يعني هي اول ما تحظى بشعبيه. هي تهضى بشعبية كبيرة، بس الوصول لقب العالم شوي مو سهل، يحتاج لدعم، ودعم بأوروبا يصير دائما، حتى يوم بأوروبا يتفوق اللاعبين على اللاعبين الأمريكان والكنديين وإلى آخره. فتميزوا الأوروبيين بهذا المجال، فتشوف الأعلام الأوروبية بالإضافة إلى تميزوا الأوروبيين، وأن العراقي تميز. نعم الحمد لله والشكر لله. طيب رياض، يعني أنت كل هذه اللقطات الآن نشوفها هي هذا البطولة اللي حصلت عليها على اللقب. يمكن هذه الرياضة يعني
بعده لا تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي، لكن هي مهمة على الصعيد الأوروبي والصعيد العالمي. أكيد. خاصة من الحضور الجماهيري، يعني تكون نسبة المشاهدين نسبة عالية. صحيح. توصل إلى 70,000 أو 80,000 متفرج. أي نعم. فولها طبعا لعبه حماسيه، والناس يعني دائما، والقنوات تكون مباشره على القنوات، اكثر القنوات نقلوها مباشر يعني. فالحمد لله انها كانت مباراه حماسيه وحضور جماهيري. انت سجلت اسمك اول عربي تشارك وتحمل لقب لقب مهم. نعم. ما هو هين ولا بسيط. لا اكيد. وهذا هو الكاس يعني. هذه لا ان شاء الله احتفظ بها. لكن ايضا هناك يعني سمعت انه عائلتك عاشت فرحتين في هذه الليله. اي نعم. انت كنت تحمل لقب البطوله. نعم. محمد لقب. وأخوك محمد اوروبا. اي نعم. ايضا التقينا لكن خلف الكواليس. أي يعني نعم. اخر مره. اي نعم. محمد ما شاء الله فاز بالضربه القاضيه على البلغاري جورج اليف، فاخذ لقب اوروبا، وايضا يعتبر اول عربي حصل على هذا اللقب، وايضا طلب انه يكون العلم العراقي من خلال مجموعه الاعلام. الحمد لله وشكر تفوق بالضربه القاضيه. تعجبني شروطكم وخليكم عليها. نعم. هذا الشرط الاساسي بصراحه. طيب شيء. هاي ما يخص الجهه. نعم. الرياضيه. نعم. فنيا يعني بعد. نعم. انت كنت مثل ما ذكرت انه وجه اعلامي. نعم. لعدد من الدور الازياء والعطور وايضا. نعم. شاركت. هل هناك من عروض تجددت بعد انه استراحيت يعني الحصار رفع عنك؟ نعم. بصراحه اول شيء اباشر بتصوير الدعايات احد الشركات الاتصالات اللي دعمت البطوله الاخيره. اني مطلوب مني ان لمده سنه اني اكون الوجه لها ان شاء الله، فبديت ان شاء الله بالتصوير حاليا. وايضا بالنسبه ايضا انرجي درينك اللي راح ينزل ان شاء الله ايضا قريبا. انرجي درينك طاقه يعني. مشروب طاقه. مشروب طاقه. نعم. غير اللي نسمع عنه. لا مشروب طاقه جديد، وايضا ان شاء الله راح نسوي يعني راح تكون صورتك عليه. اي نعم ان شاء الله. وايضا طيب. سوينا الديزاين الجديد ان شاء الله ايضا تحت اسمنا الجلوفز الملاكمه. يعني الملاكمين هي تجهيزات الملاكمه بشكل عام. تجهيزات عليها صورتك. نعم. عليها الاسم. على الاسم. نعم. شو سميت العزاوي؟ العزاوي. اي نعم. بس العزاوي. العزاوي. طيب. لانه احنا باعتبار الابطال ما شاء الله محمد واحمد، فلما تصير العزاوي يعني العائله. نعم. طيب اكو سؤال ذهني يعني. نعم. تعرف انه هناك ابطال بالعالم برياضه رياضات كثيره، جودو والكاراتيه مثل نسيت اسم بروسلي كان موجود. نعم. مثل مجموعه كبيره من الافلام. صحيح. اللي هي يعني هو نفس مجاله. نعم. وايضا جاكي شان. اي نعم. ذكرته جاكي شان. ورياض العزاوي شو كنت راح نشوف الفيلم ايضا يعني من ضمنها تكون لها صبغه رياضيه انت ما تحب ان تقدمه. صحيح. انا يعني طبعا بدايه هو هذا المجال يعني قيد الدراسه يعني صار له فتره طويله بصراحه متاجل يعني الى ان بعد. الحمد لله. الاهم شيء بالموضوع اللي ركزنا عليه هو يبقى مجال اللي هو مجال الرياضه والمجال الكيك بوكسين ومجال الستايل الالعابي. نعم. فان شاء الله يعني اكو هيك شيء بهذا المجال ضمن قصه، وايضا القصه تكون قريبه من القصه اللي مريت بها ان انا حصلت على اللقب واللقب العالمي يعني شبه كبير من. نعم. ما مريت انت به. نعم. هذا راح يكون حلو لانه يعني انا برايي. نعم. المتواضع